اهلا بيكم متابعي الوطن سبورت. النهارده هنغطي قرعه دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي. النادي الاهلي عنده ثلاث احتمالات ممكن يواجه فريق ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، واللي ليه ذكريات سعيده مع النادي الاهلي بالفوز عليه في نهائي 2001. كمان ممكن يلعب فريق حوريه الغيني اللي لعبوا السنه اللي فاتت في نفس الدور والاهلي تخطاه بسهوله للدور قبل النهائي. اما المنافس الثالث هو شبيبة قسنطينه الجزائر. بعد انتهايه قرعه دوري ابطال افريقيا ربع النهائي هنخش على قرعه الدوري الافريقيه اللي مثلنا فيها نادي الزمالك، وبرده عنده ثلاث احتمالات ممكن يقابل مكانها بالديربي الزامبي او يقابل فريق النجم الساحلي التونسي او حريف الاغاديه المغربي. في النهايه بنتمنى التوفيق للفريقين المصريين وتكون القرعه كويسه للفريقين، ونتمنى كمان هم يتاهلوا لقبل النهائي بيوصلوا النهائي للفريقين وتواجدوا لقب دوري الابطال والكونفدراليه، ونشوفهم في السوبر الموسم المقبل ان شاء الله.